الصدر الناس بغات حويجه، ما كاين لا مكيفات هوائيه لا والو. مسرح زوين خاصه الامكانيات، مازال خصو الامكانيات، خصو المكيفات، خصو بزاف ديال الحوايج خاصو. ترى بحال في الصدمة ما قادش كاع تطريح. دابا غنمشي بحالاتي انا، فين غنريح؟ ما كاين فين نريح. قال لي نجيب خرقاو والصابون ونبدا نحك، هذا هو اللي بان لي. دا حمام ما بقاش مسرح. سي با نورمال مسرح يكون ما فيهش لا كليم، سي با لوجيك للاسف. رخص وزارة الثقافة هي اللي خصها تدخل في هذا الشيء. لا يحتمل الصهد، لا يحتمل. غتكون هنا دابا واحد 39 40 درجة بحال الضحك. احنا جايبين بعدا شوية باش نديبانيو. دار الثقافة خصها شوية تفينونسي واحد شوية هاد لي سال دو تياتر باش الناس يكونوا أليز. أنا ما كنحسش بالحرج، غنمشي غنوض نمشي في حالي ما غنتفرجش. دابا كنفكر نوض نمشي في حالي، ما نكملش زعما، ما نتسناش الافتتاح غير بهذا الصاد هذا، حيت سان سيبورتابل. ناس كبار، عيالات كبار، مؤسف، شيء مؤسف. كاين واحد المشكل تقني في القاعة، هو أن ما كاينش هناك يعني مكيف، والجمهور كيلقى واحد يعني قسوة أنه يتحمل الحضور، مع أن العرض تأخر شوية.